من متلاشيات وقطع معدنية لا قيمة لها إلى تحف فنية قيمتها الملايين، هذا هو تخصص عزيز علوان، شاب من مدينة مكناس اختار السير في درب مجال التركيب المعدني، يروض الحديد ليستخرج منها أشكالا فنية ذات رسائل متعددة. زوم في الموضوع يأخذنا إلى العاصمة الإسماعيلية مكناس لتسليط الضوء على تخصص فني نادر برع ثلة من ممارسيه في لفت انتباهي ونبل إعجاب آلاف المغاربة. حمزة سعود وتوفيق بادي والتفاصيل. داخل هذا الفضاء بسوق السعديين بمدينة مكناس، وجد عزيز علوان متخصص في التركيب المعدني طريقا يسلكها في درب النجاح، يداعب القطع الحديدية والمتلاشيات ليستخرج منها تحفا تسر الناظرين. أعماله وجدت طريقا إلى مئات المعجبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يكاد ينهي عملا حتى يشرع في جمع قطع أعمال أخرى متميزة تارة وذات رسائل في الطبيعة تارة أخرى. وجد فن هذا الشاب إعجاب الآلاف من محبي التركيب المعدني، حتى صارت الجماعات والمقاطعات المحلية بالمدن المغربية تطلب وده لإنجاز تحف تؤثث المدارات والمساحات الخضراء وتتزين بها جانبات بعض الطرق. طبيعة ديال الخدمة اللي كندير هو أنني كنستغل المتلاشيات اللي ما عندهاش قيمة، كنحاول نعطيها قيمة، يعني ديك الخدمة ديالي كحداد كيشطوا لي دوك داك الشياطه كما تنقولوا ديال الحديد ما كنلوحهاش، كنحاول نعاود نروسيكليها ولا اعاده التدوير ديالها، وكنحطها في واحد القالب فني. كنحاول نهتم بالتفاصيل ديالها، وكما قلت هي عندها واحد البعد بيئي. بالنسبه للاثمنه ديال هاد النماذج هادو راه كتراوح ما بين 4000 درهم وانت طالع للفوق، يعني تقدر توصل حتى ل 10000 وهي غاديه، كتبقى على حسب الطبيعه ديال التفاصيل اللي فيها وعلى حسب الحجم اللي فيها وكذلك المواد اللي فيها. هذا نقدر نقولوا الحكم ديال الثمن كيبقى في هذه النقط هذو، وزائد ان الجانب الفني راه فاش كيرتبط الاسم ديال الفنان بداك العمل كيقدر يحكم على 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 الثمن ديال داك المنتج. حلم هذا الشاب منذ الصغر السير في درب هذا المجال، في طفولته كان يحول متلاشياته من لعب وكرات إلى أشكال فنية متعددة، وكانت مواهبه في الرسم تحظى بإعجاب المعلمين بمختلف تدرجاته الدراسية، ولوضع رجله على السكة الصحيحة في اعتقاده كان لزاما السير في مسار أكاديمي ومهني قريب من المجال الفني عبر التركيب المعدني. هكذا يستمتع عزيز بإنجاز أشكاله الفنية، بصمته أصبحت واضحة ويجسدها شغفه الدؤوب. الدخان المنبعث من تلحيم القطع الحديدية لدى الجميع يشكل مصدر إزعاج، رائحة وصوتا، لكن لدى هذا الأخير شيء من اللذة فيما ينبعث خلال هذه العملية. لكن اللي لجنا الجانب الصحي راه هي ريحة نقدروا نقولوا ماشي صحية، ولكن بالنسبة لي أنا كتعجبني هذه الريحة هذه. بحال نقدر نقول لك اللي شغوف بالميكانيك تتعجبو الريحه ديال لاكريس مع الريحه ديال الزيت محروقه، وكذلك نفس المجال ديالي هذه الريحه ديال فاش كيتفاعل الباكيط بالصدور مع الحديد، داك الدخان المهم بحال اللي كتحس به ما كيديرونجينيش، بالعكس نقدر نقول كينشويني، هذا هو الاحساس اللي كنحس به. بالنسبه لنا كاين كما قلت بزاف الادوات بزاف ديال المواد، الواحد اللي عنده شي افكار عطى الله زعما ما يدار بالنسبه للادوات راه ما يلقاش فيهم مشكل. من يجاور عزيز علوان داخل هذا السوق، سوق السعديين حي البساتين بالعاصمة الإسماعيلية، يرى بصمات الرجل في العديد من الأعمال الفنية بالمدن المغربية. بشكل مستمر يكشف الستار عن أشكال فنية استغرق في إنجازها من أيام إلى أسابيع. استمتاعه بإنجاز هذه التحفة الفنية مثلا أنسته إخراجها إلى حيز الوجود بعد أن استغرق إلى اليوم أزيد من 3 سنوات في تركيب وتلحيم تفاصيل هذا الوجه الحديد القريب بملامحه إلى البشرية. إنسان حاجة بسيطة كيخرج منها شي حاجة زويونة، فهمتي؟ أشياء جميلة رائعة. إنسان زعما ذكي تبارك الله، حاجة اللي شفت أنت عندك لا علاقة هو تيخرج منها أشياء جميلة كتدخل للخاطر وداك الشيء تشوق تشوفها، اللي شاف شي حاجة ضروري تيجي يشوفها، الحقيقة شي حاجة كتعجبو.
تثير اعجاب البنات. كنتمنى له مستقبل الحياه جميله ومسيره طويله و... والله يسهل له، الله يكمل عليه زعما ما شاء الله، داك الشيء زويون الله يسخر له. انا زعما الدومين ديالي قريب للدومين ديالو وكذا، راه هو اني داك الدومين ديالو زوين تيعجبني. مهمته في العديد من المناسبات تقتصر على تحويل أشياء لا قيمة لها إلى تحف فنية. المكان يرتاده صحفيون وجمعويون وفنانون سمعوا عن إبداعات هذا الرجل، حتى أن عددا من السكان بالمدينة تركوا اهتماماتهم مقابل الاستمتاع بما ينجزه الأخير داخل هذه الورشة. ما خلاش على من اشتغل، اشتغل على البقايا ديال الحديد، القصدير، البلاستيك ديال، خدم على هذا الكونسيبت ديال الروسيكلاج دي اعاده التدوير. وكيف ما كتشوف يعني كاع العالم كامل كيمشي في هذا الاتجاه هذا ديال كيفاش نديروا اعاده التدوير سواء البلاستيك ولا الحديد. فكانت هذاك البدايه ديالي معاه، تعرفت عليه هو فنان ولكن داخله كاين طفل سميتو فاعل جمعوي، فيه الداخل واحد ما يتعطلش، كاين عنده افكار ما كيتقدرش عليها بان لحام ولا شيء. لا كي 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 كيحط اللوحه وتيحط لك الستاتيو تيقول لك ها شنو بغيت نقصد وها شنو بغيت نقصد. يعني عنده واحد الرؤيه، واحد البعد، واحد الرمزيه اللي قليله فين كنلقاوها في الفنانه ديالنا دابا اللي تيعرفوا غير كوبي كولي ولا هذه. وكعادته يقصد عزيز سوق مليليا للخردة بالعاصمة الإسماعيلية بحثا عن متلاشية تزين تحفه الفنية. في يمناه أداة لقياس طول وعرض ومساحة القطع المعدنية. أحيانا طبيعة القطع المقتناة هي من تحدد تصوره للشكل الفني. السي عزيز كيزي كيتقدم لنا بياسات المواد البالية، الحاجة أثرية وحديد وأدوات مستعملة، وكيمشي كيصنع هو عاوتاني وكيدير شي صناعة تقليدية ديالو وتيدير داكشي متقون على حقه وطريقه. كيجي تقريبا بعد مرات جوج مرات ثلاث مرات في السيمانة، بعد مرة كيجي يوميا فاش يوقف على يكون عنده الخدمة وداكشي كيجي. فاش كتكون الحركة ناعسة هو عاوتاني كيجي مرة إيه مرة لا، كيجي كنرجلو معاه السلعة، كيدي البياس، كيدي أدوات الحاجة اللي تخدم تصلح له. هاد البلاصة هادي هي كما كنعتبرها هي المنجم الذهب بالنسبة لي أنا، هنا كنلقى فيها المنتجات ولا أنا المواد الأول اللي كنخدم عليها. لا بالنسبة كما تنقولوا بالعامية لا فيراي، يعني أي حاجة كتلقاها زعما بالية ولا ما بقاش صالحة حتى شي حاجة ممكن تلقاها في هاد البلاصة هادي، ماشي بالضرورة بالية ممكن تلقاها حتى خدامة. وهنا كل مرة كاين الجديد ولا علاش كتعجبني هاد البلاصة، كنلقى فيها دوك حوايج كل مرة بأشكال متنوعة بمواد متنوعة. وأبسط مثال إلا خديته هو هذا، يعني كتعطيني إلهام أنني ندير بها شي حوايج. ولا خديت كما قلت مثال ديال هذا، ممكن مثلا يعطيني واحد الإلهام أنني نديرو في واحد القالب فني. هذا هو علاش كتعجبني بالضبط هاد البلاصة هادي، وكنعتبرها كنز بالنسبة لي أنا. ترويض هذه القطع الحديدية لإعدادها في شكل تحف فنية يلاقي الإعجاب وطنيا ودوليا، من مرحلة اختيار المواد الأولية وصولا إلى تقديم المنتوج في هذا الشكل النهائي له مقابل مادي قد يتجاوز أحيانا 100,000 درهم. لكن الرؤية الفنية حسب هذا الأخير ليس لها مقابل محدد في درب مجال التركيب المعدني.